هكذا يعيش نازحي محافظة صعدة في هذه المدرسة. يعيشون أفراحهم على الرغم من أتراحهم ومفارقة مساكنهم التي دمرها طيران العدوان السعودي على رؤوسهم. فعلى الرغم من تدمير العدوان وقتله وتشريده لهؤلاء النازحين، إلا أنه لم يستطع أن يقتلع من قلوبهم فرحتهم بمشاركة أحد أبنائهم عرسه. هاني صالح الذي يعلن عن فرحته هنا في مكان نزوحه ليقول للعدوان مهما صنع ومهما شرد فلن يمنعه من فرحته بعرسه. بعرسي اليوم في العاصمة صنعاء، بالرغم احنا نازحون في هذه المدرسة ونقوم بالعرس طبيعي ولا يؤثر بنا عدوان السعودي الغاشم، نقوم الأفراح هنا بحياة طبيعي يقوم في هذه المدرسة، الزفاف وكل حاجة قاموا بتعاون الأخوة. جمعهم نزوحهم وأخرجهم من بيوتهم بعد تدميرها الحرب الظالمة وشردهم قصف طيران العدوان. يشكون من مرارة ما عانوه، إلا أنهم في هذه المناسبة لا تبدو على وجوههم إلا ابتسامتهم الصادقة ومشاركتهم إخوانهم برقصات شعبية وكلماتهم المعبرة. هذا المناسبة قمناها هنا والحمد لله يعني ماشي، أزال الفرح برغم العدوان ونقيم الأعراس والبرع وكل شيء ومتعاودين على خير وشر، اليمنيين والفين بكل حي الحمد لله. هكذا حال هؤلاء النازحين من محافظة صعدة، يستلهمون من حياتهم أجمل معانيها ويجسدون قيمهم الأخلاقية والاجتماعية كلما ازداد العدوان عدوانا، ويبرز في حياتهم تماسكهم وتعاونهم وتآلفهم كلما كان الطاغي عليهم منتهكا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم.